هل منوره الجونه بعد النجاح الكبير اللي حققتيه في الحياه الابتدائيه اللي انا لازم اعيش عملتي شغل حلو قوي وكسرتي الدنيا. الاول هنتكلم على الاوتفيت بتاعك. كلميني عن الاوتفيت بتاعك النهارده على ريد كاربت بعدين نتكلم. بتاعي ستايلنج جهاد عبد الله، ملك العزاوي ديزاينر، ميك اب ايه عبد الحميد، شعري احمد منير. لازم اعيش وإيرام الجولري وكسرة الدنيا. القسم انسانيه جدا، كل الناس بتقول ان انت جيتي على حاجه كل العالم بتتكلم فيها. كلميني عن تحضيراتك وازاي جهزتي للشخصيه دي. بصي انا لسه ما خرجتش بره الشخصيه، المفروض هرجع اصورها. ازاي جهزت لها؟ ذاكرت كتير وعملت بروفات ميك اب واشتغلت على الشخصيه، على نفسيتها. انا كمان بعملها كذا مرحله من 15 ل 25. ف بس ايه الجديد اللي بتحضريه الفتره اللي جايه؟ المفروض اقرا اول ما اخلص تصوير في المسلسل، ابتدي اقرا واخد قرارات. هي ما فيش اي حاجه محدده؟ لا ما فيش حاجه لسه حددتها. اكتر حاجه حبيتيها في ردود افعال الجمهور؟ ردود افعال الجمهور لما كان بيبقى حد عنده المرض ده وكان بيكتب على تويتر. على الحكايه اللي مكسره اكيد ما شافتهاش، هي نزلت وقفت في الجونه. شفتي؟ احرجيني بقى قدام الناس. لا مش قصدي، كان حكايه. اه لا مش حكايه، حكايه مسلسل. مبروك. هو نزل وهما في الجونه، فهما أيوة في عالم موازي بجد. اي حد في الجونه ما يعرفش حاجه. بتاعك وببارك لجميله. انا ببارك لجميله وهنتكلم في الموضوع ده بعدين. بجد الاحترام ده. ها في حاجات تانيه بتحضريها بعد؟ يعني في اي حاجه هقرا بعد لما اخلص تصوير ان شاء الله. مفيش مستقر؟ ما استقرتيش على اي حاجه؟ لا لسه. احنا بنتمنى لك النجاح والتوفيق دايما. ميرسي قوي، وليكي انت كمان. باي باي.